في البداية المراحل الأولى شحال كان صعيب أنهم بالنسبة للأولياء وكذلك بالنسبة للأطفال الصغار شحال كان صعيب عليهم أنهم يتقبلوا فكرة أنه كاين فيروس اللي هو يحمل مخاطر، اللي هو يجب أننا نهتم بحماية بعضنا، في أننا نحترم قوانين وآلية النظافة وآلية المسافة واحترام الخروج. الطفل أرى لما نحدوا له حرية الحركة راح أكيد راح تكون عنده بعض السلوكات اللي تظهر من خلال إفراط في السلوك، إفراط في النشاط، راح تظهر كذلك ممكن في بعض الأحيان تظهر على شكل عزلة. الطفل راح يصبح يطالب أكثر في علاقته مع الأم، في علاقته مع الآخرين. العمل اللي تعمل في الهيئة الوطنية خلانا أننا نمسوا عن قرب وضعيات مختلفة للطفل. كان الطفل يتساءل، أصبح الطفل يعبر على فرط حركة وتأسئلة وبكاء شديد وكوابيس ليلية وأعراض تبول لا إرادي وكثير من الأعراض اللي قدر أنه يخرج بها هذا الإحساس الأولي. أصبحت في ثالث مرحلة بالنسبة لنا هي تمدرس الأطفال. العائلات أصبحت بعد نهاية فترة العطلة المدرسية، العائلات كانت مهتمة أنها كيف يمكنها أن تواصل التعلم، كيف يمكنها تشغل أبنائها. هذا الطفل في إطار شخصية تاعه، في إطار كذلك لما تم تشخيصه على أساس أنه يعاني من إفراط في الحركة، عنده احتياجات خاصة من خلال هذا. في أطفال آخرين اللي كان عندهم مقبل بعض الصدمات أو عاشوا مجموعة من الصدمات النفسية قبل الحجر الصحي، وهذه الصدمات النفسية لم يتم معالجتها من قبل. ما اختلفتش الأمور كثير اللي نقدر اليوم أني أصل ليه أنه زاد شيء من العنف اللي موجود داخل الأسر، الضغوطات اللي موجودة داخل الأسر. أصبحنا نحسوا الخلافات بين الأزواج، اللي المراهقين يحكيوا على الخلافات بين الأم وأب. لازم الأمهات تعرف أنه الطفل عنده هذا الاحتياج، الطفل عنده هذا الحاجة إلى أنه يتحرك، وبهذا تخلق الأم، لازم تعرف أنها تخلق نشاطات إلى النشاطات في البيت، حسب أكيد حسب هندسة البيت، حسب الحيز المتاح على المستوى المنزل، وبالتالي تخلق نشاطات. والأهم في هذه النشاطات اللي فيها حركة جسدية وفيها مو شرط أنه تكون حركات رياضية ومتناسقة ومنسجمة إلى غير ذلك، تكون فقط حركة. العدوانية، العنف اللي ممكن أنه أبنائنا يظهروها لأنه الطفل صادق في سلوكاته، الطفل سريع جدا في سلوكاته، معناتها الأشياء اللي تضره من الداخل مباشرة يخرجها كلام انفعال، بكاء، صراخ، يعني شيء اللي عبر عليها مباشرة. ما يمنعش أنه كثير من الأطفال ممكن أنه يكون عندهم كبت كبير والسكات وعزلة وانطواء كبير، معناتها هذه ما ينقصش من الوضعيتين اللي تتطلب تدخل مباشرة ومساعدة لمرافقة هؤلاء الأطفال. كل هذه العملية اللي من خلال استقبال المكالمات بنسميها بيئة التربية النفسية، اللي تعتمد على مجموعة من المعلومات العلمية، لكن يتم تقديمها بلغة بحيث أنه الأمهات والعائلات تقدر تفهم هذه اللغة، وبالتالي تقدر هي الأخرى أنها تحوي الأبناء تاعها. وخاصة شفنا أنه ولاحظنا أو النتائج الأولية دلت أنه فيه نوع من العنف الموجه للأطفال من جراء كل هذا العلاقات القريبة ما بين الأولياء وما بين الأطفال 24 ساعة تقريبا على 24 ساعة، واللي ما كانوا معتادوش عليها، يعني وتيرة جديدة، نظام عائلي جديد.